كمان الأخبار قالت إن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة لاسارتي استقر على استمرار المهاجم عمرو جمال وقيده في قائمة الفريق الأساسية في ظل اقتناعه الشديد بإمكانيات اللاعب ومنحه فرصة لاستعادة مستواه خلال المرحلة اللي جاية. واستقر الأوروجواياني لاسارتي على الإعلان عن قائمة الراحلين عن فريق النادي الأهلي بعد مباراة الجولة الأولى والجولة الثانية في دوري أبطال أفريقيا قصاد فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الثورة الجزائري نظرا لوجود بعض اللعيبة ضمن القائمة الأفريقية.